وفي نشرة سابقة أكد المحلل السياسي محمد الحمادي أن مملكة البحرين تؤكد من خلال هذه الخطوة الشجاعة أنها حريصة على الاستقرار والسلام في المنطقة. اليوم هذه الخطوة تاريخية ومهمة جدا حقيقة للبحرين وللمنطقة. بعد عقود طويلة حقيقة من ربما الصراع في المنطقة وعدم الاستقرار، جاءت الدول اليوم لتفكر بطريقة أخرى، تفكر بحلول مختلفة وبأدوات مختلفة، ومنها اليوم هذه العلاقة، علاقة السلام مع إسرائيل. بلا شك أن القضية الفلسطينية قضية مهمة وقضية محورية للبحرين وللإمارات ولباقي الدول العربية التي لديها اتفاقيات سلام مع إسرائيل أو التي ليست لديها، لكن اليوم أنا أعتقد الوضع في المنطقة يحتاج إلى أدوات أخرى للتعامل مع القضية الفلسطينية ومع الصراع العربي الإسرائيلي. واليوم ربما دولة البحرين بهذه الخطوة الشجاعة بعد خطوة دولة الإمارات تؤكد أنها حريصة على مصلحة المنطقة وأنها تريد استقرار لهذه المنطقة وربما التعاون من أجل السلام والتعاون من أجل كذلك العمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين ودعمهم للوصول إلى حل ويعني اتفاق في هذه القضية المهمة.